أول حاجة شكرا ليكم جدا على الاستضافة، وفي الحقيقة عشان أنا مصري فأنا بعتبر دايما النادي الأهلي هو بيتي. أنا مش بعتبر النادي الأهلي هو النادي اللي أنا بشجعه أو النادي اللي أنا بحبه. والزيارة ممتازة جدا والترحيب كان هايل، وشاكر ليكم الاستضافة. وأنا بصفتي المشتركة من اتحاد الإمارات، احنا مستعدين كمان لأي تعاون لو في أي تعاون. كان لينا شرف ان احنا نستضيف مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك اللي كانت تقريبا من اسبوعين وفاز فيها النادي الاهلي، واي تعاون احنا حاضرين فيه. اول الحقيقة الوفد كله جاي بالحقيقة من اكتر من 33 جنسية، ورد الفعل بجد في انبهار في الزيارة ومن الترحيب، وشاكرين للنادي الاهلي وشاكرين لادارته على الترحيب والاستضافة. بصراحة النهارده انتوا وصلتوا مسج لاكتر من جنسيه في اكتر من دوله في كل قارات العالم ان النادي الاهلي من وجهه نظر انا المتواضعه هو ممثل الكره المصريه في العالم كله.